يبدو أن ما يستهوي الياباني أودا إيتشيرو مؤلف سلسلة ون بيس لا يقتصر فقط على مجال الأنمي، بل امتد ليشمل إلمامه بالسياحة، وهو ما جسده في عالم ون بيس، حيث توجد أماكن في المسلسل لها شبه كبير بنظيراتها في عالمنا الحقيقي، وهذه بعضها. الفيل زونيشا الذي يحمل جزيرة على ظهره، ويشبه صخرة الفيل في أيسلندا. مملكة كانو، وتشبه برج كرين الأصفر في مدينة ووهان الصينية. قصر جزيرة ألابستا، ويشبه تاج محل في الهند. جزيرة واتر سيفن، وتشبه مدينة البندقية الإيطالية. مملكة روميل، وتشبه العاصمة البريطانية لندن. كوري دا كولوسيوم، ويشبه المعلم الروماني كولوسيوم بالعاصمة الإيطالية روما. مطعم بارات العائم، ويشبه مطعم بانجي العائمة في فيتنام. ساحة مدينة لوبتاون، وتشبه ساحة بيازا ديلا سينوريا الواقعة بمدينة فلورنسا الإيطالية. مدخل الخط العظيم، ويشبه شلال جزيرة مرسل الإندونيسية. قصر الطبيبة لوريا، ويشبه قصر نيوشفنشتاين في ألمانيا. جزيرة السماء، وتشبه أهرام المايا في جمهورية غواتيمالا. قرية بيجرون مسقط رأس تشوبر، وتشبه قرية ألبيروبيلو في إيطاليا. مملكة ديروس روزا، وتشبه بلدة روندا الإسبانية. بلدة أورانج تاون التي قابل فيها لوفي المهرج باجي لأول مرة، وتشبه بلدة روتنبرغ أوب در توبر في ألمانيا. منارة مدخل الخط العظيم، وتشبه منارة جزيرة ثاشر الأمريكية.